هاي هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني 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 من امبارح. وحشتوني جدا 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 من امبارح. طلعت فجأة كده، فجأة قالوا لي يلا، فانا حسيت ان انا هو في ايه؟ هنعمل ايه النهارده؟ بس قبل ما اقول لكم هنعمل ايه النهارده، عايزه اقول لكم ان احنا نسينا امبارح حاجه مهمه جدا، واكيد كنتوا قاعدين مستنيينها، قدره قادر اللي عملناها اول امبارح. قلت لكم هقلبها لكم ان تتخيلوا ان احنا بعد ما الحلقه، طبعا امبارح كانت حلقه فول بقى وحلل وفول وسوشيال ميديا، وبرده السوشيال ميديا النهارده هحاول كده اعرف كان ايه اخبار الكومنتس عليها علشان نتناقش في نفس الموضوع. فاتلهيت ونسينا نطلع قدرة قادر. أخيرا قدرة قادر بعد أول امبارح أهي وصلت بالسلامة الحمد لله. كنت عارفة إن أنتم مستنيين إن احنا نقلبها مع بعض تاني يوم، قلبناها الحمد لله وطلعت بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. والمقادير بتاعتها للي ما شافش حلقة أول امبارح، علشان أكيد هتبقوا عايزين تعرفوا مقاديرها، المقادير اللي اشتغلنا بيها هتنزل حالا، لأن المقادير اللي أنا اشتغلت بيها كانت شوية كتيرة، يعني كنت حاطة شوية إضافات ومنكهات كتير شوية. فلما حسيت إنه طب ما هو ممكن يبقى الناس محتاجة بدايل أكتر، إحنا قلنا على فكرة بدايل كتيرة قوي من ضمن، أنت عايز تقولي حاجة؟ طيب المقادير هتنزل اللي إحنا اشتغلنا بيها، أوكي؟ المقادير اللي اشتغلنا بيها كان فيها لبن مكثف، وكان فيها لبن باودر، وكان فيها كريمه. فالثلاث حاجات دول اضافات من عندي انا، بحب احطهم على طبقه الكريم كراميل اللي فوق دي، تمام؟ طيب عايزينها اقتصاديه اكتر، نعمل ايه؟ هينزل لكم المقادير الاقتصاديه بتاعتها، بتاعت الكريم كراميل، علشان ما تبقاش الكيك تقيله قوي مليانه، هي فعلا مليانه مقادير. طيب هيبقوا ايه بقى؟ دي المقادير اللي احنا اشتغلنا بيها عادي، صح كده؟ كوباية لبن، كوباية كريمة، شلتلكوا أهم الحاجات اللي ممكن تكون مضايقاكوا، هتحسسكوا إن الوصفة غالية أو هتتكلف. طيب إحنا مش عايزين نعمل كده، نعمل إيه؟ هنعمل كوبايتين وربع من اللبن، وهينزل لكم بقية المقادير. هنشتغل من غير كريمة ولا حاجة، خمس بيضات، كوبايتين وربع لبن، معلقة فانيليا، نص كوباية سكر. هتنزل عشان تشوفوا المقادير اللي انا اشتغلت بيها والمقادير الثانيه الاقتصاديه. المقادير الاقتصاديه نزلت؟ اوكي. نيجي بقى، طب انا لا عايزه دي ولا دي، اعمل ايه؟ لقيت لكم برضو حل ثالث. عارفين اظرف الكريم كراميل اللي بتتباع في السوبر ماركت عند الجيلي وكده؟ الكريم كراميل ده عادي، هناخد الكراميل ونحطه تحت في القعر ال اسمه ايه؟ القالب؟ ايه يا احمد؟ عمال تقول لي. وبعدين هناخد كوبايتين ونص من اللبن على ظرفين كريم كراميل. انا كده عملت الواجب وزياده اهو، عشان نخليها اقتصاديه اكتر. مقادير الكيك ما تجوش جنبها، لو بقى عايزه تعمليها بالكيك الجاهز ما عنديش مشكله برضو، هتشتري علبه كيك واشتري علبتين كريم كراميل واعملي الوصفه زي ما تحبي. مقادير الكيك ما تقربيش منها لان هي مظبوطه جدا كده، لكن مقادير الكريم كراميل اديتك مقادير انا اشتغلت بيها بحبها وطعمها كريمي ولذيذه، واديتك مقادير اقتصاديه، واديتك كمان فكره انك تاخدي ظرفين كريم كراميل جاهز على 2.5 من اللبن، كوبايتين ونص من اللبن عشان عايزينه تقيل ما يفصلش مننا، اوكي؟ بنحط كريم كراميل الاول في القالب، وبعدين بنحط عليه خليط الكيك، بنحط الكلام ده كله في صينية فيها مية سخنة عشان نعمل حمام مية، ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، والوقت بيبقى ساعة، ساعة بالدقيقة إن شاء الله. لو دخلت على فرن سخن ساعة بالدقيقة تفتحي الفرن هتلاقيها استوى. تعملي بس كده اسمها إيه؟ الستيك دي بتاعت، أيوة بتاعت شيش طاووق، أو بالسكينة هتلاقيها زي الفل، ما فيهاش أي حاجة، ساعة وتطلعيها وتسيبيها بره لحد ما تبرد، ما تقلبيهاش الا تاني يوم او على الاقل بعد 6-7 ساعات من انها تبرد تماما، تدخل التلاجه وتمسك نفسها. لما نيجي نقلبها لو ضايقتنا هنحطها في شويه ميه سخنه شويه حلوين، هنحطها في ميه سخنه شويه حلوين، يعني حوالي قد ايه؟ حوالي 5 دقائق في ميه سخنه، اوكي؟ بعدين هتلاقيها بتتقلب معاكي بسهوله، انت بس بتوسعي
وانت بتفتحي كده عليها هتلاقيها بتتقلب معاكي بسهوله. فكره لذيذه قوي لو دهنتي القالب زيت هيسهل معاكي، القالب اللي هتشتغلي فيه ادهنيه زيت هيسهل معاكي جدا، بس مش معنى كده ان هي مش هتبقى ماسكه في القالب لان الكراميل بيمسك، فانت هتسيحيه شويه في حبه ميه سخنه او فوطه سخنه بس كده. انا كده خلصت كل التفاصيل بتاعه قدره قدر اللي عملناها اول امبارح. تمام، يلا اللي عايز يكلمنا النهارده هيكلمنا على ارقام تليفونات نزلت على الشاشه. طيب نزلت على الشاشه 0900 9710. اوكي، ومن اي موبايل على 1710. انا عاده بيبقوا مكتوبين قدامي بس النهارده مش مكتوبين. تمام، نعمل ايه بقى النهارده؟ قلنا امبارح عملنا فول، نرفه عن نفسنا النهارده ونعمل مكرونه بالجمبري. يلا بينا، كل الناس بتحبها وكل الناس بتسال عليها. هنحتاج ايه علشان نعمل مكرونه بينك صوص؟ الصوص اللي هو الروزيه ده او اللي بيبقى لونه مدي على وردي كده شويه، بيبقى ايه ده؟ بيبقى وايت صوص او كريمه على ريد صوص عاديه، الصوص طماطم عليه كريمه، فبالتالي بيدينا اللي هي البينك صوص ده. هنعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين نص كيلو جمبري، طبعا ده على حسب الكميه، انت حره نص كيلو كيلو براحتك. انا شغاله بكيسين مكرونه فيتوتشيني وكوب طماطم مجففه، لو حابين تستخدموه استخدموه، مش عايزين ممكن تشيلوه تستخدموا شاري توميتو عاديه الطماطم الشاري، معلقه كبيره توم مفروم، 3 اعواد ريحان فريش، نص كوب بقدونس مفروم، 2 فلفل احمر حراق، 2 كوب طماطم عصير، نص لتر كريمة طهي، معلقة كبيرة من خل التفاح، معلقة كبيرة صلصة، زيت زيتون، جبنة بارميجان، ومعلقة سكر وملح وفلفل. طيب الكريمة مش عايزينها نص لتر، عايزينها ربع لتر، ما عنديش مشكلة. عايزين نشيل الطماطم المجففة دي مع انها طعمها مميز جدا وجميلة جدا وموجودة في السوبر ماركت واسعارها مش غالية وموجودة براندات مصرية ولذيذة قوي في السندوتشات، احبذها اكتر، بس لو مش حابين او هيبقى صعب هنستخدم طماطم شاري. ليه طماطم شاري مش طماطم عادية؟ عشان الطماطم الشاري مقفولة، المية بتاعتها مش هتنزل، هي هتدبل كده وخلاص، لكن الطماطم المتقطعة دي بتصرصر كده. بالظبط. تمام، في ايه تاني ممكن نشيله؟ مش عايزين ريحان، عايزين تحطوا زعتر ما عنديش مشكله، عايزين تحطوا روزماري براحتكم، احسن حاجه الريحان طبعا، ما فيش. مش عايزين، عايزين حاجه مجففه اوكي براحتكم. تعالوا نعمل حاجه الاول، نسلق المكرونه، ميه قليله قوي، تعالوا نزود الميه الاول. وعايزه ملح المكرونه، بحب ملح المكرونه، ميه المكرونه بزياده عشان تلقط معاكو الطعم والصوص، وما تبقاش ايه، ما تبقاش كده ما فيها، يعني هي لما بتبقى دلعه كده ما فيهاش ملح ما بتلقطش معاكوا الصوص، وتفضلي تحطي في الصوص بقى حاجات قد كده ملح، لسه عايز ملح، لسه عايز ملح، لا مش الصوص، هي المكرونه هي اللي كانت عايزه تتملح. الطلاينه يقولوا لك ده يبقى ميه المكرونه دي ميه بحر، تبقى زي ميه البحر، ميه مالحه. طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجه عايزه اعملها ان انا اشوح الجمبري، طاسه سخنه جدا وزبده. زبده على زيت طبعا يستحسن. ننقل دي هنا ودي هنا. نعم، معانا تليفون، صوتك بيقطع. يلا صابرين، يا صابرين ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. كلمتينا قبل كده ولا دي اول مره؟
دي اول مره. منورانا. نور. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضل. انا بحبك قوي. وانا كمان قوي قوي قوي. وبتفرج عليك على طول. دي حاجه بتفرحني قوي يا صابرين، ربنا يخليكي. تسلمي لي يا حلوه. أوي. انا بحبك اكتر. عندك اي طلبات؟ لا انا كنت بسلم عليكي. شكرا شكرا انك اتصلتي تسلمي عليا. شكرا. طاسه سخنه جدا مع الجمبري، مش عايزين الجمبري يبك ميه ضروري. طاسه سخنه، الزبده تسيح، تبقى واسعه على قد ما نقدر على حسب الكميه. ننزل واحده واحده كده. نكلم مريم. ازيك يا شيف؟ ازيك يا مريومه؟ انا عايزه اسال عن طريقه عمل البيتزا. حاضر يا حبيبتي. حاضر. مش عايزه برد الطاسه، لو بردت مني هيبك ميته، وانا مش عايزه كده. الجمبري من اسهل الحاجات في السوى، هي تشويحه تبقى الدنيا زي الفل. المكرونه ما بحطلهاش زيت وانا بسلقها خالص، يا دوب حبه الملح وخلاص. نفكها كده من بعضها. نسلقها لمده قد ايه؟ بنسلقها لمده 6 دقائق في الوصفه دي، 6 دقائق كفايه. انا عايزه اسويها شويه في الصوص. موضوع 6 دقايق و7 دقايق ده مش عشان ابين انا قد ايه عميقه وعندي تريكس وتبس خالص، ده علشان سوى المكرونه بيفرق قوي في طعم المكرونه وبيضيع طعم الصوص والمجهود والفلوس اللي دفعناها في الجمبري والفراخ وكل حاجه. الموضوع مهم قوي. العادي بتاعي لو انا هحط طبق المكرونه وهي مسلوقه بيضه كده، هحط عليها الصلصة الطماطم، اوكي، يعني اللي عارفين الطبق اللي بيجي في المطاعم احيانا ده ريد صوص كده وتحته المكرونه مسلوقه، ده سوى لمده 8 دقائق كده مظبوطه، ما عنديش اي مشكله معاها. لكن لو هتدخل في الصوص احيانا بعملها زي الوصفه دي كده 6 دقائق واحيانا 7 دقائق، بيفرق جدا، والدقيقه بتفرق في عمر المكرونات. بصوا مفيش ميه نزلت ليه؟ عشان واحده واحده. صبر يا حلوين. يلا لو الميه نزلت وبكبك بقى في ميته يبقى زي الكاوتش. ولا عايزه الطاسه تبرد ولا عايزه حبه الزيت. بصوا السمنه والزيت او الزبده زي ما هي اهي. عايزين ناخد ايه؟ ناخد حاجه نطلع فيها الجمبري. نبص على المكرونة. نكلم سارة. يا سارة ازيك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اخبارك ايه؟ عاملة ايه يا شيخ؟ الحمد لله. ازيك انتي؟ ايه الاخبار؟ كان نفسي اكلم حضرتك من زمان. انا مبسوطة قوي ان انتي بتكلميني، والله ربنا يخليك. تسلم. قوليلي عندك قد ايه انت؟ يعني انا عندي 17. كام؟ 17؟ 17 دي يعني بتدخلي المطبخ؟ ايوه. طب لو جالكوا عزومه مفاجاه في البيت تعرفي تظبطي الدنيا؟ ايوه الحمد لله. طب كويس، شطور. انا بحب حضرتك قوي. وانا كمان والله بحبك قوي، ربنا يخليكي. قطع الفلفل. ايوه
وين بص هنا ايه الاخبار. تمام نشيل بقى الجمبري كده. أمنية أهلا وسهلا. هي اسمها الشيفين نعم؟ اسمها الشيفين دعاء. ماشي يلا بينا يلا بينا. ألو هاي هاي. ألو لا ما ازيك يا أمنية ليه كده؟ كنت هكمل معاها والله. كنت هقوم بدور يعني اعداد ومذيعه وكل حاجه. حط زبده تاني في الطاسه كده. مش هنحط التوم دلوقتي علشان ما ايه يعني ما اللي هي الطعم بتاع الطشه ده ما يقلبش معانا طشه. حط البصل الاول. اوكي نعم احنا عدينا الست دقايق عدينا على المكرونه. اه طب انا عايزه يلا عايزه حد يصفيها لي. طيب نطلع فاصل يلا. حاضر حاضر هطلع اهو يلا بينا. هنطلع فاصل ونرجع جري ما تروحوش في اي حته. ورجعنا من الفاصل. البصله وصلت للمرحله اللي انا عايزاها. بصوا اهي مصفره خالص. هنزل بقى التوم. مش عايزين اي حاجه غير ان ريحته تطلع. اول ما الريحه تطلع نرش كده حبه ملح وبعدين ناخد الطماطم عصير الطماطم والصلصه. يلا بينا كده 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 زي الفل. قلنا لما ننزل عصير الطماطم نسيبه كده ايه بكبك شويه مع الصلصه. نزود عليه معلقه الصلصه بتاعتنا الحلو. دول هنا. كده نحط بقى فلفل اسود. نحط كمان السان دراي توميتو كده. الطماطم المجففه. نحط ايه كمان؟ السكر مهم قوي. حبه من الجبنه البارميجان ودي طبعا اكيد اكيد جبنه البارميجان ينفع نتخلى عنها بس هي جوه الصوص الاول بتبقى كانها حاجه من التتبيل. غير كده ممكن تحطوا جبنه رومي اوكي مفيش مشكله. كده هنزود الباقي في الاخر. عايزه احط دلوقتي كمان ريحان كده. الله الريحه طلعت تحفه. حط زيت زيتون على البارد كده. ايوه والخل. خل التفاح هيبقى احسن لي لكن ممكن احط خل عادي مفيش مشكله. المهم الايه الحموضه دي. حط شويه بقى من الفلفل الحراق برضو. لقطه الشطه دي بتبقى لذيذه جدا. هبقى عندي دلوقتي البقدونس والجبنه والكريمه. الكريمه هتتحط في الاخر. ايه يلا بينا معانا تليفون مدام اميمه. الو يا دودو اهلا اهلا عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله زي حضرتك. هموت واكلمك من اول ما طلعتي.
بجد؟ حد. طب انا والله انا النهارده ليا الشرف عشان انا مسمياك البونبونيه. الشرف كله ليا والله، الشرف كله ليا. ربنا يخليكي ليا، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا. انا دلوقتي هم بيسالوني حضرتك عايز ايه، قلت لهم عايزه اسلم عليها بحبها. انا بحبك اكتر. ربنا يخليكي ليا والله رب. انا بحبك. عارفه عارفه انا هقول لحضرتك على حاجه، انا عندي بنتي ربنا كرمها بثلاث بنات سوا ما شاء الله. قسما بالله الثلاثه فيهم شبه منك يا حياتي. والله دي معناها ان انت بتحبيني. ده بس عشان انت بتحبيني. اه انا بقيت اقول لهم ايه، اقول لهم بصوا بصوا البنات جميله ازاي، زي شكل دعاء ازاي، وشكل دودو ازاي يا ولاد. ممكن اقول اساميهم وربنا يشفيهم يا رب، تعبانين شويه. يا ريت مالهم عندهم برد. هي معاها، هي معاها كان معاها الاول الاسيل، ربنا كرمها بسجده وساره وسدره. اسيل وسجده وساره وسدره حبايبي الحلوين. احلى حاجه. بصي شوف انت بقى شكلك ايه، جمال جمال شكلك كده. شكرا قوي والله، وعينيهم عسل زي كده ولذاذ قوي. شكرا قوي قوي قوي. انا 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 بحبك وبس. انا بحبك قوي وبحب فيكي كمان كل حاجه جديده بتقدميها، يعني انت بتقدمي الجديد كله. شكرا والله العظيم. انت بتطلعي بره البرنامج وتعملي حاجات بره كده، عاجبني الحكايه دي، عجباني. انت جميله، انت جميله. الموضوع ده عاجبني، ربنا يخليك يا رب ويبارك فيك يا بنتي ويحسن ما بين ايديك يا بنتي يا رب. يا رب يا رب. عايزه ابكي من كتر السعاده. والله العظيم شكرا قوي، مكالمتك حلوه قوي 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 قوي، كلها كده طاقه وكلها كلام حلو وكلها حب، يعني سبحان الله والله الحمد لله. شكرا قوي يا مدام اميمه بجد، وربنا يحفظ البنات الحلوين. نعم بتقولي لي ايه؟ هلا الو بتقولي ايه؟ اوكي يلا نكلم فاطمه. ازيك يا شيف؟ ازيك يا فطومه؟ الحمد لله. عامله ايه؟ انا بحبك قوي. انا كمان بحبك قوي قوي. اخبارك ايه؟ كويس. قولي لي عندك اي طلبات؟ لا مش عايزه نعمل لك اي حاجه قريب. لا انا اسلم عليك بس. احلى سلام واحلى تليفون، تسلميلي. طيب محتاجه الصلصه دي، انا ما حطيتش ميه اهو. اوكي مش عايزه احط ميه. حطيت عصير طماطم، حطيت طماطم مجففه، قلنا لو بدل الطماطم المجففه عايزين تحطوا شريحه توماتو اوكي، مش عايزين لا دي ولا دي مفيش مشكله. حطينا ريحان، حطينا معلقه السكر، ملح وفلفل وحبه خل، معلقه خل. تمام. عندنا الجبنه هنحطها تاني في الاخر، ريحان هنحطه تاني في الاخر، ريحه الريحان بتغير فبحطه على مرتين، عايزه النكهه الفريش دي قبل التقديم، البقدونس برضو قبل التقديم، الكريمه ما ينفعش تتحط وتغلي كتير والا هتقطع مننا خالص، ففي الاخر خالص كده بنضيفها، وبتغلي غلوتين وخلاص. جمبري في الاخر كده. احنا ممكن ايه، ممكن نطلع فاصل؟ يلا نطلع فاصل علشان نعمل الوصفة اللي بعدها ونرجع تاني نكمل المكرونة. يلا بينا. تمام. بصوا بقى الصوص اللي عملناه وصل لإيه؟ أنا عايزاه يبقى كده. أوكي؟ أوكي. ننزل بقى بالجمبري تاني. كده وشوية ريحان تاني كده، وننزل بالكريمة بالشكل ده. اوبس معلش عطل فني. لا على فكرة انا كنت بعمل حاجة تانية. نحط كمية الكريمة كلها كده. لو عايزين الكريمة أقل زي ما قلت لكم ما عنديش أي مشكلة. ده الروزيه اللي هو لونه بيبقى زي ما انتم شايفين بس لسه هيتسبك، فهيكون لونه
شوية بينك. اللي بعده عندنا ايه دلوقتي؟ عندنا طبق جندوفلي لذيذ قوي كده وبسيط، من الحاجات اللي بتتقدم دايما في عزايم السمك وبتبقى كأنها مقبلات السمك. نعمل طبق جندوفلي لذيذ كده لو انا عندي مثلا عزومة سمك وعايز طبق سهل والناس تأزأز فيه كده وهي قاعدة ويبقى شكله حلو ايا كانت بقى الكمية، فبيبقى لذيذ قوي وبسيط قوي قوي قوي، ما بيحتاجش اي حاجة غير تشويحة وحبة زبدة وحاجة يعني في منتهى السهولة. تعالوا اوريكم المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه. احنا اشتغلنا هنا بنص كيلو جندوفلي، معلقتين كبار من الثوم، معلقه كبيره بقدونس مفروم، عصير ليمونه، 2 معلقه كبيره من الزبده، ومعلقه ونص من الكمون، وملح فقط. الطاسه سخنه، يلا بينا نرجع دي هنا وناخد الايه العين بتاعتي اللي انا بحبها، ونسيب هنا نشوف ايه الاخبار كمان شويه يكون اتسبك شويه وغلي، نظبط الملح وبعدين نكمل. طيب ناخد الزبده الاول، مكعب زبده في الاول ومكعب زبده تاني بعد شويه، تسيح الزبده، نحط لها برده زيت. هاخد الجندوفلي جنبي والثوم، البقدونس والليمون من الحاجات اللي بيتحطوا في الاخر، الكمون معايا مع الملح والفلفل. الزيت المستخدم زيت عادي، لو تحط حبه زيت عادي او زيت زيتون براحتك، بس طبعا نكهه الزبده ما ينفعش نستغنى عنها. خلي الزبده كده في النص وفي كل مكان بالشكل ده، وانزل بالجندوفلي. هو وانس انه شم النار استوى. طاسه سخنه، زبده، نحط زبده تاني، اللي عايز زبده اقل براحته. هو صوص الزبده ده معمول للحركات دي. ويا سلام بقى لو بق كريمه كمان. بص كده عندنا كريمه، والله يعني لا ما تقضيش، معلقتين كريمه كده تظبط معاكوا. ايه كده تمام. بصوا الطاسه سخنه، فايه رائع. ننزل بالثوم، ناخد بالنا ان الثوم ما يتحرقش، مش عايزين برضو ثوم كتير. ملح، رشة فلفل اسود صغنطوطة، حبة كمون، كمون بيتحروق على النار ناخد بالنا، موضوع بسيط جدا وسهل ولذيذ قوي قوي قوي. هننزل بالبقدونس، مش عايزه البقدونس برضو يتحرق، وعصير الليمون. عصير الليمونه لا عصير ليمون طب طبعا فين الطبق فين؟ بس خلاص شفتوا اسهل من كده؟ والله احلى حاجة في السيفود انه بسيط
كده حطه على جنب. نشوف هنا ايه اخبار المكرونه ونعمل السلطه. يلا بينا. اهو اللون بصوا ظبط قوي قوي قوي. لا بقى الطماطم بتاعته كتير ولا بقى الكريمه كريمه، فهو هي لونها ابيض بس تحسوها يعني ايه مش ابيض قوي، لا هو اللون كده مظبوط قوي. ما تحطوش ميه على الصلصه، هي كفايه عصير الطماطم زي ما انا عملت علشان ما تميميش معانا ويبقى الصوص تقيل وحلو كده كانه عليه دقيق. احنا هنغرف المكرونه مش دلوقتي صح؟ خلينا بعدين يعني السيجمنت اللي جاي اعمل السلطه. طيب نشيل بقى الكلام ده من على النار عشان ما يقعدش يغلي كتير كده زي الفل، ونعمل السلطه ونكلم ام جانا. اهلا اهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا بحب حضرتك جدا. ربنا يكرمك، ميرسي قوي. كل السلام. شكرا شكرا لحضرتك، الف شكر. انا كنت بسلم على حضرتك بس. ميرسي قوي لتليفونك والله، ميرسي جدا اسعدتيني. اشكرك. مقادير السلطه. طب احنا قبل ما نعمل مقادير السلطه محتاجين نسوي الجمبري اللي في السلطه، ممكن ننزل بالمقادير؟ يلا ننزل بالمقادير على ما اجيب طاسه، بس هنزل تحت. انزلوا بالمقادير على ما اطلع. فين الطاسه الحلوه؟ اهي. نغلي بس حبة مية صغنطتين قوي. تمام كله تمام زي الفل. نحط في المية دي ملح وفلفل كده، ولو عندنا توم نحط فصين توم في المية بس كده. ممكن نحط لها منكهات تانية عشان عايزين نسلق الجمبري بتاع السلطة. مقادير السلطة نزلت. السلطة دي هي مجموعة شوية حاجات بيليقوا مع بعض مع الجمبري عشان نعمل طبق سلطة سي فود حلو. فتقدروا تشيلوا بقى الحاجات اللي انتوا عايزينها كلها وما تعملوهاش كده، لو حابين تعملوها كده يبقى تمام، يعني عيشوا حياتكم. الورقيات تشيلوا منها حاجة، عايزين تشيلوا التشيري توميتو تستخدموا طماطم عادية، عايزين تشيلوا الفراولة يا ريت لأ طعمها حلو. وايه تاني؟ يلا نقول مقادير. محتاجين ربع كيلو جمبري، افوكادو، حزمة خس فرنساوي او اي نوع خس، كوب اوراق جرجير، ليمون شرايح، كوباية طماطم شاري. محتاجين كمان للدريسنج 2 معلقة صغيرة مستردة ديجون، واربع معالق كبار زيت زيتون، 2 معلقة كبيرة عصير ليمون، معلقة صغيرة عسل ابيض، ملح وفلفل اسود، وعايزين ربع كيلو فراولة وربع كوب عين جمل. عايزين نحط مكسرات تانية مفيش اي مشكلة. طيب نروح الاول علشان نعمل جمبري للسلطة، انا بحب انكه له مية كده زي ما انتوا شفتوا، يبقى لذيذ قوي لو حطينا فيها توم، اي حاجة بتحبوها بقى، ملح وفلفل، عايزة تحطي كمون مفيش مشكلة، فلفل حامي مفيش مشكلة. ونسقطه كده في المية شوية ونشيله على طول، مش هياخد وقت، ونصفيه وممكن كمان ندلق عليه شوية مية ساقعة عشان يبرد اسرع، مش هيحصل اي حاجة، بس نملح المية عشان يبقى هو الجمبري نفسه ليه طعم، حتى لو هياخد طعم تاني من الدريسنج. حبة ملح برضو بيفرقوا في تمليح الحاجة نفسها، سواء بقى فراخ لحمة هيتحط لها صوص برضو هي نفسها لازم تتملح. نغير لونه ونشيله على طول. طيب نيجي هنا بقى، محتاجين معلقه علشان نطلع الافوكادو ونبتدي نرص. انا حضرت طبق علشان لو انتوا حابين تعملوا طبق سلطه زي ده، وهبتدي ارص فيه الحاجات حتى مش هقلبها على بعض، كل حاجه مع نفسها. طلع بس الافوكادو. واحدة كمان.
معلش الطلوع القشره الافوكادو من القشره محتاج تركيز، فعشان كده ساكته شويه. يلا نكلم ميادة وانا بقشر. يا ميادة ازيك؟ ازيك يا شيف دعاء، عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انت، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. بنشكرك جدا على اكلك الحلو ده، فعلا بتفكرينا بزمان. ماما بتعمل زيك كده بالظبط بجد. شكرا نفس والله، نفس الطبيخ وكل نفس كل الطريقه. اوكي ربنا يخليكي، ميرسي قوي، ربنا يحفظ ماما. والكيس لما عملتيه بالطريقه بتاعت حضرتك نفس الطريقه اللي ماما بتعمله بيها. طب الحمد لله، الحمد لله، ده شرف ليا والله. سلامي لماما. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. معلش بس اختي الكبيره عايزه اتكلم حضرتك. طبعا يا ريت. اسمها ساره. اوكي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سار؟ ازي حضرتك يا استاذه، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ انا الحمد لله كويسه. الحمد لله يا حبيبتي. بصي بقى، امبارح انا كنت عايزه اكلمك بس ما عرفتش طبعا. احنا امبارح الفول المقلي. ايوه. اسمه عندنا فوليه. شفت بقى ليه كذا اسم. وهو هو يا ساره؟ هو بنفس الطريقه ماما بتعمله لنا من زمان وكلنا بنحبه وبناكله. طب وده عندكم تقصدي عندكم في البيت ولا انتوا مثلا يعني؟ ايوه احنا عندنا في البيت، في العيله. اصلا مش شرقيه فطبعا. ما انا قلت مثلا تقولي لي لا ده احنا عندنا في الشرقيه كذا، عندنا في يعني محافظه معينه مثلا. لا ما بتعمله لنا كده واسمه فوليه، يعني انا عارفاه من زمان فوليه. ما هي بصي هي هتبقى كده على كل حاجه. هي اسماء فعلا. صح صح. وسلمي لي بقى على مدام ناديه كتير جدا على طول بسمعها في البرامج. حبيبتي جميله جميله. طبعا جميله جدا، ربنا يشفيها يا رب يا رب. وطبعا يعني عايزه اقول لك اكلاتك كلها تحفه. راس السنه كان جميل جدا الحمد لله. الحمد لله. العيد الكبير الحمد لله. اللسان اللي انت عملتيه. أيوة. والحاجه اللي انت عملتيها تحفه. الله صراحة. ربنا يخليكي يا ساره والله. حسستيني ان انا حاجتي يعني ما نسيتيهاش، فمجهودي برضو. اقول لك على حاجه بصراحه، انا الاول ما كنتش مقتنع. لا ايه ده، ايه ده شكلك ايه شكلك كده، ايه ده هتعمل لنا اكل فاني بقى وبتاع وكده. بعد كده لما لقيت داخله بقى في العيد الكبير بقى بقلب كده. امال ايه؟ لا بصي، ناس كتيره قوي يا ساره قالت لي الكلام ده. في ناس ما كانتش حباني خالص. وايه بقى هتطلع تعمل لنا ايه؟ بس قلت لا مش تعمل لنا اكل اللي احنا اللي هو الاكل بتاعنا ده. وشكلك كيوت قوي. انا اصلا مش بحب، انا بحب قوي الحاجات دي، ده دي هوايتي يعني. ايوه. ما انا ايوه لما لقيتك كده بقى وتروحي هنا وتروحي هنا وتصوري وتعملي. أيوة. كمان انا كنت بتابعك الاقصر واسوان كله على فكره يعني. على الانستجرام. ايوه الله حلو. شفتي؟ شفتي اللي حصل لي يا ساره؟ قعدت يومين يعني في القطر وبهدلتي. عيط ما تفكرنيش. الحمد لله. يلا الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله يا حبيبتي، اسلمي. مكالمه جميله والله، ميرسي قوي ان انتوا اتصلتوا بيا. شكرا. حاضر، هنعمل السلطه. دايما كده تدخل كده كده يعني. انا لسه في حاله من شكرا. شكرا استاذ احمد جمال. يلا انا كده كده خلاص هنا. ايه عملت الافوكادو، تعالوا بقى نقطعه نرصه. انا كل حاجه هقطعها وهرصها، حتى لو طلعنا فاصل انا هكمل عادي وهقول لكم انا رصيت ايه كده، ايه كله جنب بعض. واعمل الدريسنج لما ترجعوا، نصب نصب ايه ونغرف المكرونه لما ترجعوا كمان ان شاء الله يعني. عايز ترجع فاصل؟ عايز تطلع حالا؟ طب سيبني شويه. يعني اقطع لي حاجتين ثلاثه ارص لي. يلا معانا تليفون يا ام احمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، انا بحبك قوي والله. ربنا يخليكي، انا كمان بحبك قوي، تسلمي لي. خليك، احبك انت والشيفه ساره والشيفه نونا والشيفه فاطمه. ميرسي يا حبيبتي، كلنا بنحبك والله. ربنا يخليكي، تسلمي. خليك يا رب. انا عندي سؤال بس. قولي لي يا حبيبتي. معلش اتفضلي. هو يعني اي حد يمضى على مراته على اي حاجه يبقى حرام ولا مش حرام؟ يا ساره مش هي اسمها ام احمد صح؟ ام احمد. ايوه. هي دي علاقات، سيبك من حرام وحلال. انا مش شيخه، بس دي علاقات، والعلاقات بين الزوج والزوجه لازم تكون في الطف حاجه. يعني فين الموده والرحمه؟ لازم يبقى في موده ورحمه. دي يعني الحلال والحرام حتى
مهمين جدا، بس في يعني العشرة. يلا ناخد ام محمد، يلا بينا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الله يخليك يا رب. الله يخليك يا شيف. ربنا يخليك يا حبيبتي، تسلم. الله يخليك. انا اول مره اكلمك صراحه يا شيف. منوراني. الله يخليك يا ربنا. والله منوراني، تسلمي. ربنا يكرمك يا رب. انا اول مره اتكلم ولاقي بالزون، والله دي حاجه حلوه قوي وجميله، والله منوراني ومشرفاني. الله يخليك يا رب. لو سمحتي عايزه طريق المكرونه. أني مكرونه؟ مكرونه بشاميل. حاضر حاضر يا حبيبتي، من عيني. مكرونه بشاميل. حاضر حاضر، يلا. ممكن يا هلا تشوفيها او نعملها الاسبوع اللي جاي على طول. اه ماشي. عايزين نطلعوا فاصل؟ هنطلع فاصل، هنطلع فاصل، يلا هنطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته. يلا. يلا بينا، ورجعنا من الفاصل. قعدت بقى ارص في السلطه، كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي عماله ارصها كده، ايه، واحده واحده على مهلي. الحقيقه كان فاصل ممتع. كان نفسي تبقوا معايا. حطيت كل الحاجات كده زي ما انتم شايفين على بعضها، نعمل بقى دريسنج مع بعض ونغرف المكرونه. يلا بينا. عشان ايدي فيها ميه ما بيتلبسش. انا كنت خلصت موضوع الجلافزات ده من زمان والله، كان بقى كويس. يلا كده كده ايه، حط بقى الجمبري كده حوالين داير الخس، بس عايزينه يبان عشان الضيوف تشوفوا الجمبري كده، بس ما يغطيش على الالوان بتاعتنا. انا عاجبني في وسط الخس ده كده كده. سيب الفراوله، هنخبي ده في الجمبري في الجرجير. تمام. الدريسنج عبارة عن قلنا زيت زيتون و هنحطه هنا كده، عسل، ندوب العسل في الزيت كده الأول وبعدين المستردة. لو عايزين بقى تخففوا كمان تعمل مستردة بمايونيز مفيش مشكلة. اوبس، اه ده انا عندي عصير ليمون، خلاص كنت هعصر ليمون. وادي عصير الليمون. حط طبق في النص للدريسنج، فهحطه كده ونلملم، حط الكلام ده هنا ونرص عين الجمل كده. انا رصيت سلايس ليمون وانتوا مش موجودين. نعم يعني سيب عين الجمل. حاضر، شيل بس دي عشان وقعت. برزنتيشن بس بتاع السلطة. يلا ثانية واحدة.
البوتاجاز قفل ولا ايه؟ طيب هنا هحط الصوص. اوبس ثانية واحدة. ننزل المكرونة. كده عايزاها تتشرب كويس من الصوص. تعالوا نغرف عشان ما عندناش وقت. ماشي، عملنا ايه؟ عملنا باستا بينك صوص مكرونة بالجمبري والصوص الروزي زي ما احنا شايفين كده، لونه تحفة كده. مش هنغرف كتير عشان ايه يبان، بس عايزة احط جمبري على الوش. ننضف الطبق. تسلم، اديني وقت. ثانية واحدة، ثانية واحدة اظبط طبقي. ثانية واحدة، في ايه كده؟ القليل من البقدونس والقليل من الجبنة، مش مهم جبنة كتير خالص، مع المكرونة اللي بالجمبري او مع السيفود عموما. نجرنش برضو بليمونتين، ما يجراش حاجة. يلا ادي طبق الباستا اللي عملناه. عملنا جندوفلي وعملنا سلطة. مبسوطة جدا وسعيدة في حلقة النهاردة، يا رب تكونوا انبسطتوا وتسليتوا واستفدتوا. اشوفكم الاسبوع الجاي على خير ان شاء الله. ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، انستجرام فيسبوك ويوتيوب، وصفحتي الشخصية دعاء السمنودي بالعربي والانجليزي على انستجرام وفيسبوك. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.